يسعد أوقاتكم أعزائي المشاهدين بحلقة جديدة من حلقات برنامجكم المميز يومي. اليوم رح نحضر سوا وصفة كتير غريبة ومميزة، وصفة البنوفي باي، وطبعا مثل كل حلقاتنا دايما مع رزان. يسعد أوقاتك يا رزان. يسعد أوقاتك شهد، ويسعد أوقات أعزائنا المشاهدين. اليوم وصفتنا زي ما حكيتي وصفة كتير سهلة وغريبة. هي الاسم بنوفي يعني بانانا، وتوفي يعني موز وكراميل. أكيد وصفة كتير سهلة، كتير لذيذة. طعم الموز مع الكراميل كتير 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 منسجم مع بعض. هلأ نبلش نحكي. هلأ نبلش نتعرف على المقادير. أوكي يلا. هلأ عنا المقادير: باكيت بسكوت شاي، نص قالب زبدة يعني 50 جرام، عنا شوية كاكاو للزينة، كراميل. الكراميل اللي نحكي كيف عملناه هو عبارة عن علبة حليب مكثف محلى، حطيناها على النار طبعا مع التحريك المستمر على نار واطية عبين ما صار لونه كراميل. هلا أول ما يصير لونه كراميل بنضيف عليه إحنا كوب حليب ساخن، لازم يكون ساخن عشان ما يتكتل عنا ويصير كتلة واحدة. أكيد. كمل المقادير. عنا كمان خمس حبات موز مقطعين شرائح. عنا كمان هون كريمة خفاء، ممكن طبعا تستعملوا اللي هي الكريمة البودرة، ينحط لها نص كوب حليب بارد وتنخفى وبتصير جاهزة للاستخدام. إذن يلا هلا خلينا يا رزان نبلش بالتحضير سوا. يلا اوكي، هلا نبلش نعمل اول طبقه البسكوت اللي هو البسكوت. نحط البسكوت، احنا بدنا بسكوت مطحون. نحط الكوب كامل. احنا هلا طبعا نشتغل على البسكوت ونخليه يكون رقيق مثل الرمل. مثل الرمل بالضبط. هيك صار معنا البسكوت ناعم وما اخذش تقريبا 30 ثانية يعني. لا ما بياخذ وقت. بدنا معلقة، بدنا نحط مقدار الزبدة. بدنا معلقة. هي رزان يسلموا، نحط مقدار الزبدة. هلا بنخليه يمتزجوا مع بعض، تختفي الزبدة نهائيا وبتصير البسكوت مثل مش عجينة بس يعني ماسك حاله. عملنا مزيج واحد اللي هي الزبده مع البسكوت. هلا بدنا نتاكد اذا البسكوت صار تمام. بده نشوف كيف. ممتاز ممتاز. اوكي هلا بدنا نحطه في الطبق اللي بدنا نقدمه فيه. هلا شو حنعمل؟ يلا بدنا هلا نجهز الطبق. يلا يلا يا رزان احكي لنا شو بدنا نعمل. هلا تقريبا انه جهزنا اللي هي الطبقه الاولى اللي هي طبقه البسكوت مع الزبده. اكيد حنبلش نرص البسكوت.
في القالب. طبعا فيها ست البيت تستخدم اي نوع بسكوت هي بتفضله، اكيد اكيد مش شرط انه هذا النوع، المهم انه يكون بسكوت يعني نكهته معتدله، يعني ما أكيد أكيد. يكون له نكهه مثل القرفه او طبعا هذا البسكوت يعني بين متناول الايدي دائما، ورخيص كمان، سعره كثير رخيص. صحيح. فبتقدر ربة البيوت تشتري باي وقت وباي مكان. والحلو فيه انه متعدد الاستخدامات، يعني بتدخل بكثير وصفات من وصفات الحلويات. يلا اذا هلا بعد ما عملنا البسكوت هيك، هلا شو بدنا نستخدم فوقيه؟ هلا بس نتاكد انه نرص البسكوت تمام. بدنا نحط طبقه الكراميل. طبقه الكراميل زي ما حكينا انه غلينا علبه من الحليب المكثف على النار لعبين ما صارت غامقه، ضفنا لها كوب من الحليب الساخن، حركناها. طبعا لازم تنحط بالثلاجه على اساس انها تشد حالها وتصير كراميل. يعني قد ايه تقريبا تاخذ وقت بالثلاجه؟ ما مش كتير وقت، يعني هتصير بارده شوي، يعني تقريبا ربع ساعه نص ساعه هيك شيء. اكيد شي. اكيد هيك بتصير بهاي الطريقه كراميل توفي. اوكي نبلش هلا بنوزع طبقه الكراميل بشكل متساوي. طبعا احنا صحيح. رح نوزعها لازم يكون كميته كبيرة لأنه كتير طعمه حلو جامد على فكرة هو يعني صعب إنك تدهنيه هيك مرة واحدة يعني. صحيح. يلا هاتي هاد عنك هيك خلصنا. هلأ بس بدنا معلقة عشان ندهن الكراميل فيها مظبوط. كمان بلش بنوزع. احكي لنا يا رزان هلا شو عم تعملي؟ هلا بدي اوزع الكراميل مظبوط على طبقة البسكوت على اساس اني احط فوقه طبقة الموز. هي بتعمل زي لاصق بين الموز وال حتى الالوان المكونات كثير على فكرة لطيفة، انه الموز والكراميل والبسكوت كتير. والنكهة كمان مع بعض كثير 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 زاكية. اذا هلا احنا بعد ما نجهز هذا المكون حنزينه بالموز. صحيح. هو بس الكراميل لانه جامد فهو بياخذ وقت اكثر وبشكل صعب. صحيح. هلا هيك انفردت معنا طبقه تمام الكراميل. هلا بدنا نحط نوزع الموز بهذا الشكل على ال طبعا احنا حنوزعه بشكل كثير حلو. صحيح. خليني اساعدك. طبعا طريقة التزيين بتختلف من ست لاخرى يعني. صحيح. فيها فكرة بيفضلوا الفراولة بيطلع لونها وشكلها كثير حلو مع البانوفي باي. يمكن لو بدنا نستعمل فراولة يفضل أكيد. يفضل انه بدل ما نستخدم صوص كراميل نستخدم صوص شوكولاته. أكيد أكيد. هيك بتطلع فطيره ثانيه، شيء كثير برضه لذيذ، وخصوصي انه هي البانوفي باي اصلا من البنان يعني من الموز. صح. الموز كثير مفيد. اكيد اكيد كثير كثير بيحتوي على بوتاسيوم، يعني قيمه غذائيه كثير عاليه مفيده. صحيح. لجسم الانسان. صحيح. كمان هم بيحكوا المثل انه اللي بياكل تفاحه كل يوم ما بيضطر يروح على الدكتور. طبعا أكيد. عدلوا المثل جديد فبقول لك اللي باكل موزه كل يوم ما بيضطر يروح على الدكتور. بالزبط. لانه الموز فيه فوائد كثير كبيره، غني بالبوتاسيوم زي ما حكيتي، بنصحوا فيه مرضى الضغط انه اللي عنده ارتفاع او هبوط بالضغط اذا بياكل موز ما بيحتاج ادويه بعد فتره. دائما الفواكه او العناصر الغذائيه الطبيعيه بتكون دائما بديل عن الادويه على فكره. اكيد. بس احيانا في ناس كثير بيجهلوا هاي المعلومه وما بيعرفوا. هلا هذا كلام يعني مزبوط بس يعني لو يعرفوا عن جد قيمه المواد الغذائيه الموجوده في الاشياء الفريش الطازه الخضار الفواكه اكيد رح يلتزموا بهاي النصيحه. أكيد. هلا هيك عنا زينا البانوفي. هلا بضل اخر شيء اللي هي عمليه زينه بالكريمه. بدنا نستخدم بدنا نستخدم بس هلا هي هون الكريمه نص كوب من الكريمه البودره
محطوط معها عفوا باكيت من الكريمه البودره مع نص كوب من الحليب البارد. هلا رح نحطها في قلب الكيس التشكيل الكيس يلا تبع الكريمه على اساس نعمل فيها الزينه. نبلش نحط بالكريمه بقلب الكيس. فينا ندهن الكريمه اذا ما توفر عندنا هذا الكيس، فينا ندهنها بالمعلقه يعني، بس احنا كنوع من الشكل جميل بيعطي هيك اضافه جماليه كثير حلوه للوصفه الطبق تبعنا. صحيح، خصوصا انه الاطفال احيانا بهيك وصفات بيستمتعوا بالشكل اكثر، يعني انه ما بيركزوا كثير على الطعم، لا الشكل ما دام الالوان حلوه، الكريمه، الشوكولاته، صحيح بيلاقوا قابليه اكثر بانهم ياكلوها. هو بيحكي لك دائما انه العين بتاكل قبل التم. بالضبط. فدائما الشكل مهم، دائما الشكل لازم يكون مغري. هلا نبلش نزين. كمان على الدواير أكيد التزيين طبعاً، يعني إحنا بدنا نحاول نخبي كل حبات الموز تكون مفاجأة. طبعاً إحنا هلأ زاد عندنا هون موز كتير، أكيد مش حيروح، لا رح يتاكل. طبعاً آخر شيء هلأ بعد ما نخلص تزيين الكريمة رح نعمل نحط رشة كاكاو على الوجه. أكيد فيها ست البيت طبعاً إذا مش حابين طعم الكاكاو، فيهم يستخدموا شوكولاتة مبشورة، مكسرات، أو حتى إذا زاد معاها من البسكوت اللي استخدمناه فيها كمان تستخدمه. يعني الحلو بهاي الأطباق إنه التزيين بيكون من أي شيء موجود عندك في البيت، صح، سواء شوكولاتة أو بسكوت أو حتى كاكاو أو مكسرات. هي كل الفواكه إجمالاً، الأشياء اللي فيها فواكه بتزبط معاها المكسرات، بالضبط تطلع كتير لطيفة. إذا نحن هلأ عم نحاول نغطي الموز، صحيح، عشان يكون مفاجأة. هو يمكن مش حيتغطى معانا كله، بس anyways بس بتوقع هيك يكون يمكن الشكل اجمل. رزان اكيد هلأ. اكيد انه نخلي الموز هيك على الاطراف كثير لذيذ الشكل هيك حلو. هلا بدنا نبلش ونحط عليها رشه الكاكاو. كلمسه نهائيه بدنا، بس نستخدم ايش بدك؟ ال المصفايه. يلا نحط شويه كاكاو. اذا زي طريقه التنخيل احنا بنعمل، ما بنرش بشكل مباشر. لا. هيك على اساس تطلع المنظر كثير حلو على فكره. أحلى. يا رزان اوكي هلا هيك جهزت معنا البنوفي باي. هيك اذا بتكون جهزت عندنا وصفه البنوفي باي. يمكن اول ما حكينا وصفه البنوفي باي الناس يمكن استغربت من الاسم، او ممكن ما تكون عرفتها لانه هي اصلا حلوى نوع غربي. صحيح. نوع حلوى مش عربيه او شرقيه. صحيح. فاتوقع انه بعد ما شافوها حيطبقوها، اكيد سهله وسريعه وشهيه وكثير يومي. كثير يومي وفيها كمان بدل ما تعملها في قالب فيها تعملها بكاسات صغار. اكيد اكيد كنوع من بيطلع منظرها كثير حلو، كثير كنوع يعني من الحلو، طبقات موز بسكوت كريمه وهيك شغلات كثير بيطلع حلو، كثير منظر حلو وكثير طعم لذيذ، بنصح الكل يجربها كثير لذيذه. هلا بنقدر كمان نحط احنا بالثلاجه، لازم نحطها بالثلاجه علشان برضه يتماسك الكراميل مع الموز مع البسكوت. وبتكون جاهزه للتقديم يعني تقريبا نص ساعه. ممتاز. ساعه هيك شيء. وطبعا احنا دائما وصفاتنا بالبرنامج كثير سريعه رزان وما بتاخذ وقت. صحيح. وهذا الشيء اللي كثير حلو. صحيح بالضبط. هلا نحطها بالثلاجه. طبعا معلومه اضافيه انه ست البيت هيك ابدا ما بتتعب. صح. يعني بتعمل شغلات كثير شهيه ولذيذه لإلها لاطفالها ولعائلتها باسرع واقل وقت ممكن. صحيح. عشان هيك هلا نحطها بالثلاجه. طبعا احنا حطيناها بالفريزر عشان تمسك اسرع. اذا هلا انا كثير حابه اشكرك يا رزان على وجودك معنا وعلى دائما تحضيرك لاطباقنا المميزه واللي كثير شهيه ولذيذه ويومي. اكيد. فهلا خلونا نشوف نصيحه اليوم ولاقوني بحلقه جديده من برنامج يومي على فضائيه النجاح الاسبوع الجاي.